أهلا بكم. 75 عاماً من الجهود المضنية التي انخرطت فيها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات الدولية والإقليمية، إلى جانب تقديم كافة سبل الدعم على المستوى الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني الشقيق. الدور المحوري والتاريخي لمصر ظهر جلياً مرة أخرى خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، حيث تواصلت القيادة السياسية مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لبحث التهدئة وخفض التصعيد وإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى التركيز على تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية لأهالي القطاع الذين يواجهون حصارا إسرائيليا كاملا غير مسبوق. مصر حذرت من مخاطر التصعيد الجاري بين الجانبين في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، داعية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وتصاعد حدة العنف، بما يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة. مصر استضافت قمة القاهرة للسلام والتي لاقت حضورا دوليا واسعا لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، حيث أكدت القيادة السياسية خلال القمة إدانة مصر لاستهداف أو ترويع المدنيين، معربة عن دهشتها البالغة من وقوف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة، داعية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء. الدولة المصرية شددت خلال القمة أيضا على عدم قبول استخدام الضغط الإنساني لإجبار السكان على التهجير، رافضة بصورة تامة التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، لأنه ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن حلها الوحيد هو العدل عبر حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم. جهود الدولة المصرية في التصعيد الجاري لم تتوقف عند هذا الحد، بل نجحت مصر في تقديم عدة قوافل من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة من معبر رفح الذي لم يغلق في أي لحظة، ما لقى إشادة دولية وأممية واسعة النطاق، فضلا عن إعلان مصر تخصيص مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية لإدخالها لأهالي غزة، ودعوة مصر لجميع الدول والمنظمات الراغبة في تقديم سبل الدعم لإيصال المساعدات لمطار العريش الدولي، وهو ما لقى أيضا ترحيبا دوليا، حيث وصلت طائرات الإغاثة من كل حدب وصوب تجاه مطار العريش. التحركات المصرية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني عامة وسكان غزة بشكل خاص يأتي بالتزامن مع اتصالات مكوكية مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، إلى جانب زيارات دولية على مستوى القادة ووزراء وكبار المسؤولين لمصر، حيث شددت الدولة المصرية على عدة نقاط، أبرزها ضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني والتوصل لحل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، إلى جانب تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول أبرز الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة ومساندة سكان القطاع في ظل الحصار المتواصل، انطلاقا من دورها المحوري تجاه القضية الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة.